السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهارده في الجزئية بتاعة العملي بتاع الاندوكراين. طبعا احنا شفنا فيديو الريبرودكتيف وقلنا طبعا اهم الكومنت بتاع الصور وكل الصور طبعا، واكدنا على المهم فيها في اخر الفيديو. هنتكلم دلوقتي عن الريبرودكتيف الاندوكراين. اسف، الاندوكراين عندي كم غدة؟ عندي غدة بيتيوتري، وبعديها البيتيوتري واخدة كم كبير شوية، وبعديها الأدرينال جلاند وبرضه واخدة كم كبير، عدد كبير من السلايدات، بعد كده الثيرويد والباراثيرويد والبنكرياس شريحتين في الآخر. الشريحتين مهمين، لو جالك أكيد يعني لو جالك بنكرياس في الامتحان أكيد مش هيجي بره شريحتين. المهم نبدأ بأول غدة معانا وهي البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند ديت طبعا زي ما احنا عارفين من النظر اللي انت المفروض تكون راجعته وبتتفرج على الفيديو دلوقتي عشان انت بتراجع العمل مع النظري، ان البيتيوتري بتكون من انتيريو بيتيوتري وبوستيريو بيتيوتري. انتيريو بيتيوتري ده ادينو هايبوفيسس، وبوستيريو بيتيوتري ده النيورو هايبوفيسس. ادي الانتيريو بيتيوتري وادي البوستيريو بيتيوتري. الانتيريو بيتيوتري بيتكون طبعا من بارس ستالس، بارس انترميديت، بارس تيوبراليس، ده فوق عشان الشريحه ما تاخد بالعرض فمش هتشوف، هتشوف في الصوره اللي قصاد دي. هوريها لك دلوقتي، ابص تيوبرانس اهو في حته برضه اللي هي دي بقول عليها تيوبرانس. حلو. طب البوستير بيتوتري، البوستير بيتوتري طبعا بيكون جزء من جزء واحد وهو البارس نرفوزا ومكمل من فوقيه بالانفرادجل. تمام. ادي شريحه اتش اند سيكشن اوف بيتوتري جلاند، وادي دايجرام. قلنا الدايجرامات نظري، الدايجرامات مهمه في النظري اعرفها، بس يعني هو مش هجيلك في الامتحان العملي، بس هي مهمه ان انت تعرف ايه، تعرف ايه ان ان هي طبعا برس بتشوف في الشريحه برس الديستالس والانترميديت والنرفوزا جنب بعض، وبتشوف مثلا ان الديستالس بتكون من كروموفوب وكروموفيل، الكروموفيل اسيدوفيل وبيزوفيل، وطبعا في ساينوسويد كابيلري موجوده، والانترميديت هتلاقي فيها فوليكولوس وسيستيك فوليكولوس مالكش دعوه بيها، التفاصيل مش موجود عليك، والنرفوزا فيها بيتيوسايت. عندي الشريحه اللي بعديها اتش اند اي سيكشن اوف بارس نرفوزا، بارس نرفوزا. بص ده خطا، عدلها لي معلش. بارس ديستالس هي ديت مكتوبه نرفوزا قدام ديستالس، معلش هي بارس ديستالس، عدل لي ديت خليها ديستالس. ديستالس اتش اند اي سيكشن اوف بارس ديستالس. حلو. ادي البارس ستالس، وادي الكليفت، وادي الانترميديت، وادي النرفوزه وراها. طبعا زي ما احنا عارفين ان كروموفوب اسيدوفيل بيزوفيل، اللي طبعا الجزء البارس ستالس ده بتاع الادينو هايبوفيسس، ده بيتكون من الادينو هايبوفيسس، بيتكون من البارس ستالس. زي ما قلنا ان البارس ستالس عباره عن كروموفوب وكروموفيل، كروموفيل ده اسيدوفيل وبيزوفيل، وفيها طبعا فرصتي بلاك كابيري، اعرف بس الصوره، الصور مهمه لسه ما جتش. ادي من اول من اول صوره مهمه عندنا ممكن تجي لك في الامتحان، يسالك هنا بارس ستالس، بارس نرفوزا، بارس انترميديات، وادي الانفانديبولم الجزء ده، وادي بارس تيوبراليس تكمله الستالس وانت طالع لفوق عند الهايبوثالامس. دي جات لك ايه؟ بارس اوف بيتيوتري جلاند، او اتش اند اي اوف بيتيوتري جلاند، او بيتيوتري جلاند، اي حاجه اكتب اي حاجه. هيسألك غالبا ديت درجاتها هتبقى على السؤال الاماكن ده ايه، ويسألك عليه. طبعا زي ما انت عارف ان التيوبرالس ده السوبر اكستنشن بتاع الديستالس، وبيبقى عباره عن البارينكمال سيل بتاعته بتبقى كيوبويدال. سيبك. المهم الانترميديت ده جزء نروست كده ما بين الديستالس والنرفوزا، وبيفصله الانترميديت بيفصله عن الديستالس بحاجه اسمها كليفت. كليفت وطبعا الفوليكلز دي بيبقى فيها ايه؟ كولويد. الفوليكلز بيبقى فيها ايه؟ كولويد. تاني شريحه مش رايح المهم، اتش اند اي سيكشن اوف بارس نرفوزا. عرفت منين هي بارس نرفوزا؟ عرفت يا سيدي عشان هلاقي في الصوره هنا. طبعا لو جالك ممكن ما تجيلكش الصوره دي، عشان الصوره ديت هو موضح عليها شويه، وممكن تجي ممكن يجيلك الاثنين جنب بعض، بس تعرف هنا وتعرف هنا. عشان يا سيدي عندي اول حاجه البيتيوسايت، ادي الانويه بتاعتها اهي، ادي الانويه بتاعت البيتيوسايت. تاني حاجه الكابيلاري، الكابيلاري شفت هتلاقي عباره عن ايه؟ حته فاضيه، فيها حته فاضيه من نصفها اليومن، الحاجه الوحيده اللي فيها اليومن. هيرنج بادي هتلاقي تجمع معين كده في جنب، والاكزون عباره عن زي ايه؟ هتلاقي خطوط اسيدوفيل، خطوط ايه؟ اسيدوفيل. حلو. ادي برده الصوره الثانيه، بيتيوسايت، بيتيوسايت اهي،
بتوصيت هتلاقي هتشوف الانويه بتاعتها، ادي الهيرنج بادي، الهيرنج بادي او نيورو سكريتوري بوديز، ادي هيرنج بادي نيورو سكريتوري بادي، و البلاد كابيلاري، ادي بلاد كابيلاري اهي عشان اليوم بتاعها، او ادي بلاد كابيلاري دي ايه اليوم بتاعها. اول صوره مهمه جدا 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 جدا، شفت اول صوره ثابته، صوره اتش اند دي سيكشن اوف بيتيوتري جلاند، فيها ايه؟ فيها ايه؟ عشان ممكن اسالك على اي حاجه فيها. ادي بارس ديستاليس كليفت انترميديات نيرفوزا انفانتريبولوم تيوبيلاريس، شفت الحته دي؟ تيوبيلاريس، تيوبيلاريس، خلي بالك دي حته مهمه عشان تتلخبطك، تقول لي ايه اللي جاب التيوبيلاريس هنا؟ التيوبيلاريس ده جزء من تكمله الديستاليس وانت طالع فوق، وده اللي جابها في الجزئيه هنا كبيره كده بسبب القطع في السكشنز. حلو؟ هنا الصوره الثانيه، الاثنين طبعا زي بعض، ديستاليس كليفت انترميديات نيرفوزا، وطبعا كملت فوق هنا هلاقي التيوبولاريس. الصوره مهمه جدا جدا جدا. ادي دايجرام تاني البيتيوتري جلاند، مش عايز ازيد فيه بقى عشان زهقت من البيتيوتري الصراحه، وكده الحمد لله خلصنا البيتيوتري. تاني شريحه، تاني قده معانا، وهي الادرينال جلاند. الادرينال جلاند بتتكون من اي جلاند، بتتكون من ستروما وبارينكما. الستروما ده كبسول عباره عن كونكتيف تيشو كبسول ومعاه ترابيكولي وحبه الكورتيكال فايبر. البارينكما ده كورتكس ومظله، كورتكس ومظله. الكورتكس عندي ثلاث طبقات، ثلاث طبقات، ادي اول طبقه واحد دي، ثاني طبقه اثنين، ثالث طبقه ثلاثه، وادي الجزء المظله. يبقى ده كله كورتكس، ودي الجزء الايه؟ دي المظله، ده كورتكس وده كله مظله. طب ايه الطبقات دي؟ تعالى نشوف الطبقات في الصور الاوضح. دي طبعا الدايجرام، اقول لك يا سيدي، اقول لك الطبقات اللي فيها. اول حاجه الكبسول، وادي الكورتكس. الكورتكس بيتكون من ثلاث طبقات، زونا جلوميريولوزا فاسيكولاتا ريتيكيولاريس، جلوميريولوزا فاسيكولاتا ريتيكيولاريس. خد معايا كده اول حروف، اول حرف من، عشان لو اتلخبطت، لان حفظك للترتيب بتاعهم هيسهل عليك ان انت تفتكر المعلومه النظري، طبعا انت سهل عليك تحفظ الشكل، وتسهل عليك ان انت تفتكر المعلومه النظري بتاعت كل واحده فيهم بتاعت مين. فخد اول حرف معايا من كل واحده كده، جي اف ار، جي اف ار، فاكر الكليه وجي اف ار ديت سوبرا رينال جلاند فوق الكليه، فهي جي اف ار، شفت انت؟ جي اف ار، جي اف ار، جلوميريولوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريس. الجلوميريولوزا عباره عن ارشد بلاستر، اما الفاسيكولاتا عباره عن خطوط ستريت روت، ستريت روت، خطوط اللي هو منتظمه، خطوط منتظمه. والريتيكولاريس عباره عن الريجولار روت، الريجولار روت، هتلاقي ان هم عاملين شكل الحبل بس هو ايه، حبل موكل شويه، تمام؟ تمام. وادي المظله بالكروموفين سيل والجانجليون سيل، اللي هي الجانجليون سيل يعني. الصوره مش مهمه في العملي، في النظري. تاني صور من الصور المهمه، الصور دي على فكره برضه يعني ممكن تقول مهمه، لانها هي يعني ايه، دي هي هي دي، هيجي كمان الصفحه اللي بعديها هيجي صوره برضه زيهم، هو تقريب، فانت لو عرفت الاساس هتعرف الصغيرين. الصوره ديت من الصور المهمه، هاي ماجنيفيكيشن اوف ادرينال جلاند، هاي ماجنيفيكيشن اوف ادرينال جلاند، واكتب له سوبر ادرينال جلاند وروق كده على الورقه. قلنا الكورتكس بيتكون من ايه؟ جلوميريلوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريس. قلنا الحاجات المهمه طبعا ما بينهم بلاد كابيلاريز، يعني هنا مثلا الصور دي مش واضح فيها البلاد كابيلاريز قوي، بس ولو يعني ممكن تقول حاجه زي كده، مثلا ممكن تكون بلاد كابيلاريز، حاجه زي كده ممكن تكون بلاد كابيلاريز، بس هي مش واضحه قوي، انما الصور دي واضحه، ده بلاد كابيلاريز واضحه خالص اهي، وده برضه بلاد كابيلاريز، وده بلاد كابيلاريز، وهكذا. اي حاجه هنا في الاول، الصوره ديت ما فيهاش الريتيكولاريز، الريتيكولاريز تحت الصوره دي، الصوره دي بارس ديستا بارس بارس ايه؟ اسف، زونا جلوميرولوزا وزونا فاسيكولاتا، زونا جلوميرولوزا وفاسيكولاتا، جلوميرولوزا وفاسيكولاتا بس، انما دي جلوميرولوزا وفاسيكولاتا وريتيكولاريس. طبعا زي ما انتم عارفين ان اهم حاجه في الجلوميرولوزا ان انت تعرف ان هي عباره عن ارشد كلاستر، والفاسيكولاتا تعرف ان هي الخلايا بتاعتها بسميها سبونجي وسايت، سبونجي وسايت، سبونجي وسايت، اهي سبونجي وسايت اهي. وفيهم في بعض طبعا فرصات كابريلس. تاني حاجه ان في الفاسيكولاتا تعرف ان هي بتترتب اللونج ستريت كورد، لونج ستريت كورد رايت انجل مع السيرفس بتاع الاورجن، ماشي. الريتيكولاريس ديت اللي جوه خالص، وتبقى الخلايا بتبقى بولهيدرال، بولهيدرال وارينج ان الريجولار كوردس، الريجولار ايه كوردس، الريجولار كوردس كده، ديت هاي ماجنيفيكيشن اوف ادرينال جلاند.
الصورة بعديها نفس الصورة الأولى اللي فوق اللي كانت فوق على اليمين، بس هو حطها لوحده، قال لك إن ديت الجونوماليوروزا، ديت الفاسيكولاتا، وعندك في هنا كمان بلاد كابيلاريز، بلاد كابيلاريز، بلاد كابيلاريز. جميل جميل، متكبسول طبعا فوق. واحد جلوماليروزا، جلوماليروزا هتعرفها من ايه؟ جلوماليروزا هتعرفها من ايه؟ هتلاقيها عباره عن ارشد كلاستر. شفت شوف شوف ارش ده اهو، ارش ده، ارش ده، ارش ده اهو. شفت انت شفت عامله ازاي؟ انما ديت هتلاقي منتظم، ديت هتلاقي منتظم، وده هتلاقي اغمق شويه من اللي فوق يعني. وطبعا ما تحطش في دماغك مثلا ان هو ايه موجود جلوماليروزا فوق. الجلوماليروزا واخده معظم الخليه، معظم الشريحه قدامك، فما تتوقع والشريحه خلاص فاضلها كام خليه وتخلص، ما تتوقعش ان الريتيكولاس هتطلع، لا، لان اصلا الجلوميرولوز 17%، 13%، والفاسيكولاتا 80. فانا بتكلم دلوقتي 80، يعني في حبه كمان تحت كمان هيبقى. فلما تشوف جلوميرولوزا واخده الشريحه، معظم الشريحه، يبقى الحبه اللي باين تحت دول فاسيكولاتا، واوعى تفكر في الريتيكولاس، اوعى تفكر في الريتيكولاس. هنا مثلا اتش اند ايزي اوف زونا، زونا فاسيكولاتا. ليه؟ هتلاقي ريجولار كوردس، ريجولار كوردس، ريجولار كوردس اهو، ريجولار كوردس، خط خطوط منتظم اهو، على شكل خطوط ايه منتظم اهو. التاني بص، هو بنقوله الريجولار كوردس، بس هو عباره عن ايه؟ خلايا محطوطه جنب بعض، مش بترتيب منتظم، بترتيب عشوائي، محطوط جنب بعض وخلاص. حلو؟ الصورة اللي بعدها، الصورة ديت برضو هم كلهم واحد، هم كلهم واحد، يعني لو جاب لك الصورة دي أو دي أو دي كله واحد، وهيسألك عن نفس الحاجة. ما تنساش إن الفاسيكولاتا سبونجيوسايت. الصورة اللي بعدها اتش اند دي اوف ادرينال كورتكس ومظلة، أو اكتب ادرينال جراند ما بين قوسين كورتكس ومظلة. كورتكس طبعا واحد اثنين ثلاثة، واحد جلوميريولوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريس، وادي المظلة تحت جوه اهو. الصورة ديت مهمة لأنها على المظلة بس، مهمة لأنها هي دي الوحيدة اللي على المظلة. اتش ان دي اوف ادرينال مظلة، اتش ان دي اوف ادرينال مظلة. هتلاقي عبارة عن ايه؟ هتلاقي ان خلاص اللي بدأ ان اخر الاورجن من هنا خلص اهو، وادي بادي البيز اللامينا بتاع الخلايا. هلاقي ان في بلاد كابيلاريز موجودة، هلاقي ان هي الترتيب بتاع الخلايا موجود عندي، وهلاقي اهم حاجة موجودة عندي الكروموفين سيلز، كروموفين سيلز. وما تنساش ان الادرينال المضلع عباره عن موديفايد سمباثيك بوست جانجليونيك نيورون ويز نو اكزون نو دندرايت. الحته دي مهمه نظري وعملي. موديفايد سمباثيك بوست جانجليونيك نيورون ويز نو اكزون اند نو دندرايت، يعني ولا اكزون ولا دندرايت. حلو حلو، ديت كروموفين سيل بوزيتيف رياكشن، كروموفين سيل بوزيتيف رياكشن، اعرفها بس اعرفها. نبدا بالصور ال ام، هخلص بس الادرينال وبعد كده هرجع ارجع اجيب بسرعه البيتيوتري تاني والادرينال مع بعض. ده اي ام بكتشر اوف ادرينال كورتكس، وزي ما احنا عارفين ان خلايا الادرينال كورتكس الثلاث طبقات بتوعهم الجي اف ار عباره عن سترويد سكريتنج سيل، سترويد سكريتنج سيل. ايه اللي هيميز لي الادرينال كورتكس؟ اقول لك على حاجه، انت هتميزها بالليبيد دروب، ولكن من الحاجات اللي هتميز الاسترويد سكريتنج سيل برضو ان الميتوكوندريا بتبقى سفينكر. الميتوكوندريا مدوره دي، مدوره دي بتبقى موجوده في الـ في الـ في الاسترويد سكريتنج سيل بس، حته مميزه بيها. واللي هتلاقي ادي الميتوكوندريا مع التيوبولر كريستيا بتاعتها، دي طبعا ليبيد دروبلت. طبعا ما تتلخبطش ما بين الليبيد والميتوكوندريا، الميتوكوندريا هتلاقي فيها كريستيا في النص، انما الليبيد هتلاقيها ايه؟ هتلاقي اهي فاتحه كلها موجنه زي بعض. وهنا اي ار طبعا، اي ار ده الاس اي ار، اس اي ار ليه؟ ليه بقى؟ هو ده اندوبلازمك ريتيكولا، بس انهي نوع؟ دي اس اي ار. اشمعنى اس اي ار؟ عشان دي سترويد سكريتنج سيل. ودي طبعا ميتوكوندريا، ودي ميتوكوندريا، دي ميتوكوندريا، دي ميتوكوندريا، دي ميتوكوندريا، دي ميتوكوندريا، كان بس الصوم ماليش دعوه بيه. ده الصوم، ده الصوم اهو، ده الصوم. ده برضه اس اي ار، وده ميتوكوندريا، 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 كل دول ميتوكوندريا. جميل جميل، الصور ديت مهمة. أهم صورة اي ام في الاندوكراين كله، أهم صورة اي ام، الصورة بتاعت الابنفرين والنور ابنفرين. وأهم لو جالك صورة، لو أقول لك هيجيب لك صورة اي ام في على الأدرينال
دي ولا اللي قبليها؟ هقول لك دي، لو قال لك هيجي صوره واحده بس هقول لك الصوره دي اللي هتيجي. ليه بقى؟ لان التفرقه ما بين الجرانيول، ما بين الابنفرين والنون ابنفرين، مهمه جدا جدا جدا. حلو؟ حلو. طب انا افرق ازاي؟ كلمه ابنفرين طبعا الكومنت بتاع الصوره اي ام بيكتشر اوف ادرينال ميدالا، فيها فيو كروموسايت وكروموفين سيل، في كروموسايت وكروموفين سيل. عايز تكتب، عايز مش عايز ما تكتبهمش ما تكتبهمش، حاجة مش لازم. انا افرق ما بينهم ازاي؟ ليه دي ابنفرين وليه ليه هعرف ان دي منين؟ دي هعرف ان دي ابنفرين ودي نور ابنفرين. قال لك كلمه ابنفرين، بص على كلمه ابنفرين كده اللي مكتوبه دي، هتلاقي كلمه ابنفرين صغيره على عكس النور ابنفرين كلمه طويله. نور ابنفرين كلمه طويله، نور ابنفرين كلمه صغيره، كلمه صغيره فيا دوبك على القد، لابسه على القد. انما النور ابنفرين كبيره، كلمه كبيره لابسه مبهوقه، لابسه هدوم مبهوقه واسعه عليها. شفت انت لما يكون مثلا مقاسك تلبس مثلا تيشيرت او قميص اكس لارج، وفجاه كده تروح تلبس، تيجي تروح جايب لبس قميص 5 اكس، وتقول له ايه ده اوفر سايز، اوفر سايز مين حبيبي ده؟ لا ما ينفعش. فهو ده نفس الكلام بالنور ينفرم، النور ينفرم فكرنا نفسها عشان اسمها طويل فهي كبيره، فكرنا هي كبيره فجايبه لنفسها حاجه تحوطها كبيره، بس الحاجه الكبيره خالص دي، الكبيره خالص دي مبهوقه عليها، فسابت فراغات فما بقتش اللي محوطها فت على قدها بالظبط، فبقت النور بنفرن قاعده جوه لوحدها في شكل اكسنتريك كور، بقت هي اكسنتريك كور. شفت اكسنتريك كور دي اهي، نور بنفرن جايبه القميص، القميص اللي انا قلت لك عليه الخمسه اكس كبير قوي عليها، وهي هي اصلا القميص ده مش على قدها، ده واسع قوي عليها، فهي قاعده في جنب. فين بقى؟ هل هي في السنتر؟ لا، هي اكسنتريك هنا. بص اكسنتريك اكسنتريك اكسنتريك، مش ماليه، مش مال، هي مش ماليه هدومها، هي مش ماليه هدومها عشان هي واسعه عليها. حلو؟ حلو. وواسعه يبقى كده لارجر ودنسر، لارجر ودنسر. كل دي طبعا كل دي سكيمات لا تمت بالعلم بصراحه. حلو؟ الابنفرين ديت هوموجينس، هي جاب هو راجل مقاسه اكس لارج، جاب مقاس قميص اكس لارج لبسه على قده وبقى فت مظبوط، مالي مركزه، مالي مركزه، ومقاسه صغير اه صغير بس مالي مركزه، يبقى هي كده هي سمولر، سمولر وهوموجينس. اهم حاجه هنا هوموجينس. ليه بقى؟ ليه بقول عليه دي هوموجينس ودي مش هوموجينس؟ دي مش هوموجينس عشان عندها حته ليوسنت، ليوسنت تحت الممبرين بتاعها، تحت الممبرين، ليوسنت في الممبرين بتاعها، ده الممبرين اللي حواليها ده في هنا ايه؟ ليوسنت، الكترون ليوسنت، حته فاضيه، ده بقول لك هدوم بهواء عليه. حلو؟ حلو. يبقى كده ده فوق دي ابنفرين هعرف هلاقي، مش هلاقي فيها اليوسنت، ام اول ما الاقي اليوسنت اقول ديت على طول ايه؟ نور ابنفرين، نور ابنفرين. هل نرجع بسرعه تاني نجيب الشرايح؟ طبعا البيتيوتري بارس انتيرو بيتيوتري ادينو هايبوفيس نيور هايبوفيس، طبعا ده نظري وعملي خلي بالك. الانتيرو هايبوفيس فيه بارس السادس وانترميديت وتيوبراليس، تيوبراليس فوق مش هتشوفها هنا، والنيورو هايبوفيسس بارس نيرفوزا وانفانتيبلم اهم الشرايح. واحد الشرايح دي تعرف بارس السادس نيرفوزا انترميديت انفانتيبلم تيوبراليس مكمله هنا الطرف ده. بس لو جالك حاجه هنا، لو جالك حاجه هنا اسال الدكتور اللي عليك، هو مش هيجي لك في الصوره دي الصراحه، بس اسال هي اللي على الطرف خالص ولا اللي طالعه لفوق؟ لو قال لك اللي طالعه لفوق اكتبها انفانديبل. حلو؟ حلو. الصوره ديت مهمه عشان تعرف، انت المفروض تعرف بيها السر، انت المفروض تعرف بيها الشكل بتاع البيتيوسايت. طبعا طبعا اتس ان دي سكشن اوف بارس نيرفوزا، ما تنساش تعدل ديت ديستالس مش نيرفوزا. اتش ان دي سكشن اوف بارس نيرفوزا دي بيتيوسايت، وديت هيرنج بادي، هيرنج بادي او نيورو سكريتوري بادي، وديت الكابيلاري، الكابيلاري الكابيلاري. الصوره اللي بعديها، الصوره دي مهمه جدا جدا جدا، ديستالس انترميديات نيرفوزا كليفت انفانديبولم تيوبولاس. جميل. نفس الكلام هنا، ده 1 2 3 جي اف ار جلوماريولوزا، في جلوماريولوزا فاسكيولات ريتيكولاريس والمظله ديت برضه من الشرائح المهمه، هي اللي قبليها ظهر فيها الجلوماريولوزا وفاسكيولاتا، بس هاير ماجنيفيكيشن طبعا. ديت الجلوماريولوزا وفاسكيولاتا بس برضه ديت فاسكيولاتا بس، ديت الكورتكس والمظله بالثلاثه بتوع الكورتكس اللي احنا عارفينهم، ديت الادرينال مظله، ادرينال مظله، شريحه الادرينال مظله من الشرائح المهمه، ادرينال مظله
ديت ام كاتش بيكتشر اوف ادرينال كورتكس سترويد سكريتنج سيل. سترويد سكريتنج سيل ما تنساش تكتب له سترويد سكريتنج سيل. ارجوك 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 لو طلب منك كومنت على الصوره ما تكتبلوش لغايه كورتكس بس تسكت، اكتب له ارجوك سترويد سكريتنج سيل عشان تبقى انت فاهم يعني. ده في ليبيد دروبلت، في ميتوكوندريا، في اس سي ار، عندك لايسوسوم اهو، عندك دافر، كل دول ميتوكوندريا، كل دول ميتوكوندريا. ما تنساش الشريحه المهمه جدا 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 اي ام بيكتشر اوف سيلز بتاعت الادرينال مظله، الادرينال مظله اللي هي طبعا في كروموسايت الكروما في سيل. ما تنساش تفرق ان الابنفرين صغيره جايبه هدوم على قدها، النور ابنفرين في القناه نفسها كبيره جايبه هدوم، جايبه هدوم كبيره، خلي بالك النور ابنفرين كبير يعني مش مفكره نفسها كبيره بس يعني جايبه برضه هي اصلا كبيره. كل ديت حاجات سكيمات، هي كبيره عشان هي لارج، لارج اكبر، وديت ابنفرين صغيره هتلاقي اسمه مكتوب سمول اهو، ديت جايبه عندها اليوسنت عشان هي جايبه هدوم واسعه عليها وهكذا. ما تنساش دي ابنفرين ودي نور ابنفرين، الشريحه دي مهمه جدا، هيسالك دي ايه ودي ايه. اتاسف ثواني نكمل. ندخل على كده خلصنا اول غدتين اللي داخلين معاكم في النظري. الغده اللي بعديها اول غده معانا الثايرويد، اتش ان دي سكشن اوف ثايرويد. الشريحه دي مهمه. بتبين لي ايه الثايرويد؟ طبعا زي ما انت عارف اي جلاند عباره عن ستروما وبارينكما. البارينكما بتاعت الستروما طبعا ثابته، مش هنحكي الكلام فيها كتير. البارينكما ديت عباره عن الثايرويد فولكل. الثايرويد فولكل دي اللي هي دي الثايرويد فولكل، ده الجزء بتاع الثايرويد فولكل. الثايرويد فولكل ده عباره عن ايه؟ هقول لك ده فولكل متبطن من جوه، متبطن من جوه، لايند من جوه بحاجه اسمها ايه؟ بحاجه اسمها فوليكولار سيلز، فوليكولار سيلز، فوليكولار سيلز، فوليكولار سيلز، وكمان بارافوليكولار سيلز. بس الفوليكولار هي اللي محوطاه كله من جوه. البارافوليكولار هتلاقي لازقه ايه؟ على كل على مجموعه فوليكولار كده، تلاقي واحده بارافوليكولار لازقه عليهم من بره. بارافوليكولار لازقه عليهم من بره. حلو؟ طب من جوه في ايه من جوه؟ فاضيه من جوه؟ لا، هقول لك يا سيدي في حاجه اسمها معموله على حرف السي دي، زينوفيليك ماتيريا، اسمها كيلويد، اسمها كيلويد، 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 سيرفينك او اسيدوفيليك الاثنين واحد. كيلويد، 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 يبقى دي كيلويد. ده طبعا في النسلات الكابيلري اللي هي لونها احمر دي، ده كيلويد فوليكولار في ثايرويد فوليكل، في ثايرويد فوليكل، ثايرويد فوليكل. شرح بعدها الدايجرام زي ما قلت لك، هي سيدي الكولويد اهو، الفوليكولار سيلز، الفوليكولار سيلز والبارا فوليكولار سيلز لازقه اهي عليها كده زي متطفله كده على الايه؟ على الفوليكولار. الصورتين دول اي ام الاثنين تقريبا نفس الحاجه، اي ام بيكتشر بتاع اللايننج بتاع الفوليكلز، طبعا هو لايننج مين؟ بفوليكولار سيلز وبارا فوليكولار سيلز. زي ما قلت لك ان الفلوكرا محوطه كله، فهتلاقي خليه فلوكرا، خليه فلوكرا، خليه فلوكرا، خليه فلوكرا. اما الباي فلوكرا زي ما قلت لك ايه؟ تلاقي خليه اتنين كده ايه؟ لازقين في الطرف من بره. ديت بارا فلوكرا، دي فلوكرا، ديت بارا فلوكرا، دي فلوكرا. لو جات لك ممكن يسالك على الكلويد عشان واضحه، دي برده هي عموما الصور كلها واضحه. وكل البيانات اللي على الصور دي واضحه. دي طبعا بلاك كابيلاري، بلاك كابيلاري بالخليه اللي جواها الار بي سيز، ودي برده بلاك كابيلاري. دي فوليكولار سيلز، دي برار فوليكولار سيلز، ديت كلويد، اي ام بيكتشر اوف فوليكولار سيلز برضه، فوليكولار سيلز برضه. هتلاقي بص بقى سيدي، ديت فوليكولار سيلز، حلو، ديت فوليكولار سيلز بس، فوليكولار سيلز بس. هنا جولجي اباريتس، هنا النيوكليس، هنا الفوليكولار بيزمنت ممبرين، بيزمنت ممبرين اللي قاعد عليه ده الاندوسيليم بتاع الاندوسيليم بيزمنت ممبرين، عشان ده الكبير اليوم، ده الاندوسيليم بيزمنت ممبرين اللي قاعد عليه. هتلاقي هنا ار اي ار، هتلاقي هنا ار اي ار برضه، ار اي ار، ار اي ار، ده ليبيد دروبلت، هتلاقي ده لايسوسوم، اسف لايسوسوم، لايسوسوم، اسف لايسوسوم، وده مايكروفلاي. يبقى كده الصوره عندي نيوكلاس، جولجي ابراتس اللي فوق النيوكلاس، سوبرا نيوكلاس، او جاكسترا، جاكسترا جلوميرولر جولجي ابراتس، جولجي ابراتس ايا كان، المهم هو جولجي ابراتس وخلاص. بيبقى فوق فوقه او متطرف او فوق، مش فوق النواه بالظبط، في كل الخلايا فوق او من فوق يعني شمال شرق كده او شمال غربي، عارف انت الاتجاه ده وهكذا. وعندك في مايكروفيلاي، اشهر حاجه ممكن يسالك عليها النيوكليس، او ممكن يجيب لك الصوره كلها ويسالك على الار اي ار ويقول لك الاسم بتاعها اللي هو اي ام بيكتشر اوف
فليكولار سيلز، فليكولار سيلز لو كلامنر سيل امسيليم، عايز تكتبها اكتبها، مش عايز ما تكتبهاش. الصوره اللي بعديها ايه؟ امبيكتشر اوف بارا فليكولار سيلز. احنا عمالين نجيبوا فليكولار بقى وعمالين نظلموا البارا فليكولار، نقول لها انا انت متطفله وبتاع، يا سيدي هجيب لك شريحه كامله اهو، ادي بارا فليكولار سيلز. بس برضو خلي بالك هجيب لك الفليكولار سيلز كان بيها، وبالبروسيس بالسيتوبلازمك بروسيس بتاعها اللي داخل في البارا فليكولار بيزق فيها اهو، ادي برضو دي فلوكلر سيلز ودي فلوكلر سيلز، كل دي فلوكلر سيلز. عشان كده انا قلت لك هي واحده ملزوقه كده، هي متطفله على الشباب. وطبعا حرف جي ده جولجي ابريتس، جولجي ابريتس، وده البي وده البيزا اللامنه، بيزا اللامنه بتاع الخليه، ده البيزا اللامنه، ده البيزا اللامنه، وده اهم حاجه تعرفها. وما تنساش طبعا السي ده، سي في الاخر كده ده هتلاقيه الكلويد، سي ده هتلاقيه ايه الكلويد، لما في الاخر كده جوه ده الكلويد. حلو، يبقى دي كده بارا فوليكولار سيلز، بارا فوليكولار سيلز، اي اي ام بيكتشر اوف بارا فوليكولار سيلز. خلصنا الثايرويد، هنخش على اخواتها الصغيرين البارا ثايرويد. البارا ثايرويد جلاند من اهم الشرائح اللي موجوده فيها، مش دي اللي بعديها بس، دي الشرائح الكبيره، فهنقولها وندخل بالتكبيره في الصوره اللي بعديها. اتش اند اي سكشن اوف بارا ثايرويد جلاند في الاولد ايج، اتش اند اي سكشن اوف بارا ثايرويد جلاند في الاولد ايج. لاحظت كده هتلاقي عشان اولد ايج هلاقي في اديبوسايت كتير، اديبوسايت كتير، جميل جميل. هلاقي فيها شيف سيل، وديت الخلايا الرئيسيه، واوكزوفيل سيل، اوكزوفيل سيل، وهقول لك الترتيب بتاع الشيف سيل واوكزوفين سيل في الصوره الجايه. وهلاقي فيها بلاد فيسل، بلاد فيسل اللي هو لونها احمر دي، يبقى كده دي اوكزوفين سيل اللي لازقه في اللاب التربل، دي اوكزوفين سيل، انما اللي لوحدها ديت شيف سيل، دي ودي شيف سيل، انما اللازقه يمين، اللي لازقه ديت تلاقي لونها فاتحه شويه، ديت مين؟ اوكزوفين سيل. ندخل على الصوره المهمه جدا في الباراثايرويد، واهم صوره، اهم 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 صوره في الباراثايرويد. هلاقي فيها ايه؟ اتش ان دي، طبعا اتش ان دي سكشن اوف باراثايرويد جلاند، اهم صوره في الباراثايرويد. اتش اند اي، اتش اند اي سكشن اوف بارا ثايرويد، الاقي فيها ايه؟ برنسبال سيل فوق وتحت، ما بينهم في النص اوكسوفين سيل، اوكسوفين سيل، اوكسوفين سيل، الاقي بلاد كابيلاري، بلاد كابيلاري بلا، الاقي بلاد كابيلاري، الاقي بلاد كابيلاري، هلاقي اديبوسايت سيل، دي اديبوسايت سيل، اديبوسايت سيل. طبعا الاديبوسايت سيل اعرف ان هي بتزيد في الاولد ايج، عشان كده الصوره اللي فاتت لو تفتكر قلنا ان هي ديت ايه؟ اولد ايج. ليه؟ عشان فيها اديبوسايت كتير، فيها اديبوسايت كتير. هل يبقى كده اعرف لي ان البرنسبال سيل، البرنسبال بترتب فوق وتحت، فوق وتحت، والاكزوفين في النص ما بينهم. هل تمام، وادي الكابيلاري اللي جنبيها. بس كده الصوره دي خلصت، كده خلصنا البارا ثايرويد. اخر اورجان، اخر جلاند معانا، او ممكن نقول ان هو اورجان، اورجان او جلاند معانا، هو البنكرياس. هما صورتين، صوره اي ام، صوره ال ام، صوره اتش اند اي سكشن اوف بنكرياس. هيجي يسألك في الصورة دي أشهر حاجة هيجي يسألك عليها الأيلاند أوف بنكرياس، اللي هي دي، ديت الحاجة الدايرة اللي في النص دي، أيلاند أوف لانجرانز، أيلاند أوف لانجرانز اللي هي جزر لانجرانز زي ما أنتوا عارفين. وديت طبعا البنكرياتيك أساينال، بنكرياتيك أساينال، بنكرياتيك أساينال، يبقى أي حاجة بره بنكرياتيك أساينال. عليك إن أنت تحدد أنهي نوع فيهم في الصورة الجاية، مش دي، دي مش واضحة. يبقى كده أي حاجة بره بنكرياتيك أساينال، هنا هنا ايلاند اوف فرانكلاندز، ايلاند اوف فرانكلاندز. طب الصوره دي، الصوره دي يا سيدي عندي نوعين من الخلايا، نوعين من الخلايا، خلايا الفا، الفا سيل وبيتا سيل، الفا سيل وبيتا سيل. فاكر بيتا سيل اوف، لا بيتا سيل اوف بنكرياس، هي دي البيتا سيل، ادي دي البيتا سيل وادي الالفا سيل. الالفا سيل فاكر الابينفرين برضه صغيره وجايبه هدوم على قدها، انما النوربينفرين كبيره وكبيره وجايبه هدوم مش على قدها، دي نفس الكلام. تلاقي سيدي بيقول لك ان الالفا سيل يونيفورم ان سايز، يونيفورم لابسه يونيفورم كده انيق وعلى قدها بالظبط، انما البيتا سيل هتلاقي ان السيتوبلازم بتاعها عنده كور سراوندد باي، ايوه كلير زو، كلير اريا، كلير اريا او كلير زون، كلير اريا اللي هي الحته الفاضيه، الحته الفاضيه دي، لان تحت الممبرين بتاعها، تحت الممبرين بتاعها هي دنس، دنس سفيريكال، ولكن هتلاقي كلير زون فيها، هلاقي ايه؟ كلير زون فيها، هلاقي كلير زون فيها. جميل جميل. كده الفا سيل، بيتا سيل، الفا سيل، بيتا سيل، بيتا سيل هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ كلير زون، ركز معايا، هلاقي كلير زون، هلاقي كلير زون.
يبقى كده اي ام بيكتشر اوف الفا وبيتا سيل اوف اندوكراين بنكرياس، الفا سيل وبيتا سيل اوف اندوكراين اوف بنكرياس. وكده الحمد لله تكون خلصنا، وتكون وده اخر فيديو عملي معاكم الترم ده والسنه دي كلها، وان شاء الله السنه دي تخلص على خير، ويبقوا يعني ايام الايام الباقيه ديت ايام بسيطه وايام ايام سعيده على الجميع يعني. وما تنسوش لو احتجتوا اي حاجه، لو حد يحتاج اي حاجه يبعت لي، انا هسيب طرق الكونتنت بتاعتي تحت في الديسكريبشن، ما تنسوش تكلموني. ولو حد احتاج اي حاجه اي حاجه يكلمني، حد مش فاهم اي شريحه عايزنا اعيدها له تاني ماشي، حد احتاج اي حاجه في النظر يعرفني. ما تنساش ان النظر بتاع الريبرودكتيف اللي داخل معاك كله في الورقه الاولى موجود على قناه اليوتيوب، وبرده العمل بتاعه موجود، وادي العمل بتاع الاندوكراين. ربنا يسهل ان شاء الله السنه الجايه بنسجل نظر الاندوكراين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.